اهلا بكم حبايبي الطلبه وطلبات الصف السادس الابتدائي. النهارده هناخد يا اولاد ليسون 2 في الوحده الاولى. بيتكلم يا اولاد عن حاجه اسمها لو اوف ليفرز. يعني ايه لو اوف ليفرز؟ يعني قانون الروافع. في قانون الروافع يا اولاد احنا طبعا عرفنا ان الرافع ده عباره عن ايه؟ ريجيد بار، صح؟ ذات روتيتس اراوند ا فيكسد بوينت كولد فولكرم اند از افكتد باي افورت فورس اند ريزيستنس فورس. فالرافع دي يا اولاد اي رافع بيبقى فيها ثلاث حاجات، فيها افورت فورس، فيها فولكرم، فيها ريزيستنس فورس. وفي ثلاث احتمالات عندنا، لا اما الافورت فورس اصغر من يعني سمولر ذان ذا ريزيستنس فورس، لا اما الافورت فورس اكبر، لا اما الاثنين بيساووا بعض. حلو الكلام. العلاقه اللي بتربط الافورت فورس بالريزيستنس فورس ها بيسموها لو اوف ليفرز. بيسموها ايه؟ لو اوف ليفر. هتلاقيها بقى مكتوبه ازاي؟ ذا ماثيماتيكال ايكويشن، المعادله الرياضيه ذات اكسبلين اللي بتشرح ذا ريليشن بتوين افورت فورس اند ريزيستنس فورس تسمى لو اوف ليفر، قانون الروافع. قانون ايه يا اولاد؟ الروافع. يبقى احنا ماثيماتيكال ايكويشن اللي هي المعادله ايه؟ المعادله الرياضيه. يبقى لو قال لك مثلا ساينتفك تيرم ماثيماتيكال ايكويشن ذات اكسبلين بتشرح ذا ريليشن بتوين افورت فورس، العلاقه المعادله اللي بتربط العلاقه بين الافورت فورس والريزيستنس اسمها ايه؟ لو اوف ليفر. نشوف الصفحه اللي بعديها. الصفحه اللي بعديها اكتيفيتي متشغلش بالك بيها خالص خالص، خلاص بتوضح لنا العلاقه بين الافورت فورس والريزيستنس فورس، فاحنا هنشوف مع بعضينا القانون على طول. القانون كل ده يا اولاد زي تجربه، مش عايزك تقلق خالص، اهم حاجه القانون ده واشرحه دلوقتي معاك بالمسائل وكله هيبقى تمام. القانون بيقول ايه؟ افورت فورس تايمز اتس ارم بتساوي ريزيستنس فورس تايم اتس ارم. طب يعني ايه افورت فورس؟ القوه. طب والارم اللي هو الذراع القوه. طب والريزيستنس فورس المقاومه. طب واتس ارم الذراع المقاومه. طب مش فاهمين قوي يا مصر، هنفهم دلوقتي بس حاول تركز معايا عشان لو ركزت وفهمت الجزئيه او المثال اللي جاي ده كل اللي جاي هيبقى سهل جدا. بص يا حبيبي، تخيل ان احنا عندنا كده سيسو بالشكل ده، خلاص؟ اوكي، هنحط هنا مثلا قوة مقدارها مثلا هنسميها اف، الفورس دي سماها 20 نيوتن، وهنا مثلا يا ولاد مقاومة ار هنخليها 20 نيوتن، ونحط هنا الفولكرم محور ارتكاز. طيب هنخلي مثلا المسافة دي من الفولكرم للأو 4 سنتي، ودي كده برضو 4 سنتي. خلي بالك بقى معايا، المسافة من الإفورت فورس، طبعا الإفورت فورس دي بتقاس بالنيوتن زي الويت، هي والريزيستنس فورس. المسافة من الفورس والفولكرم اسمها فورس أرم، ذراع القوة. المسافة بين الريزيستنس والفولكرم اسمها ريزيستنس أرم، يعني ذراع المقاومة. نقول تاني، يبقى المسافة من الفورس للفولكرم اسمها إيه؟ فورس أرم. طب المسافة بين الريزيستنس والفولكرم اسمها ايه؟ ها؟ ريزيستنس ارم. اخر مرة، عرف الفورس ارم، it is the distance between effort force and the fulcrum. عرف الريزيستنس ارم، it is the distance between المسافة بين الريزيستنس and the fulcrum. distance يعني المسافة، يبقى المسافة دي اسمها فورس ارم ودي اسمها ايه؟ ريزيستنس ارم. كده الرفع اللي عندي دي متزنة ولا مش متزنة؟ متزنة. ليه؟ دي قد دي ودي قد دي، بس في طريقة تانية ممكن نقولها، بدل ما نقول الفورس قد الريزيستنس والفورس ارم قد الريزيستنس ارم، ممكن نقول حاصل ضرب الفورس في الفورس ارم ايكوال حاصل ضرب الريزيستنس في الريزيستنس اي ارم. يعني اضرب 20 في 4 ب 80، 20 في 4 ب 80. هذا القانون اسمه قانون الروافع، لو اوف ليفرز. يبقى الفورس في الارم عشان تكون الرافعه متزنه لازم تساوي ايه؟ الريزيستنس في الارم.
طب ندي مثال اكتر عشان نفهم. هنغير بقى مكان الفولكرم ونشوف. تخيل مثلا حضرتك ان دي كده 20 نيوتن اللي هي الفورس، وهنزحزح الفولكرم دي نخليها مثلا 4 سنتي، والمسافة دي هتبقى 2 سنتي. يا ترى المقاومة لازم تبقى كام عشان الرفعة تبقى متزنة؟ احنا قلنا دي في دي لازم تساوي دي في دي، دي ادي دي مرتين، 4 ادي 2 مرتين، يبقى لازم دي تبقى ادي دي مرتين، يعني دي 20 تبقى دي كام؟ 40. ايه الدليل ان كلامنا صح؟ اضرب 40 في 2 80، 20 في 4 ب 80. ده يا ولاد خلاصة اللو اوف ليفرز. لازم كده الرفاعه برضو في حالة اتزان، على الرغم ان احنا حركنا ايه؟ الفولكرم. مش شرط الفولكرم تبقى في النص بالظبط، لو في النص بالظبط لازم دي تساوي دي، لكن لو حركناها لازم دي في دي بتساوي دي في دي، وهذا القانون اسمه لو اوف ليفرز. اسمه يا ولاد لو اوف ليفرز. ولما تجيلك اي مساله لازم تكتب القانون زي ما نتعلم مع بعضينا بعد كده، ونحط كل حاجه تحت القيمه بتاعتها، وايه ونشوف المطلوب ايه ونجيبه. خلاص يا ولاد، يبقى هذا القانون نكتبه مع بعض. الفورس في اتس ارم، اللي هي فورس ارم، كلمه اتس عايده على كلمه فورس، يبقى الفورس في الفورس ارم اللي هي اتس ارم ايكوال ريزيستنس، برمز لها برمز ار، في اتس ارم. طب يا مستر جاب مساله وعايز الريزيستنس، عادي نضرب دي في دي على دي، نسيم على دي. طب عايز الفورس، نضرب الريزيستنس في اتس ارم على اتس ارم بتاع الفورس. طب عايز الارم بتاع الريزيستنس، نضرب دي في دي على دي، وهكذا. ده يا ولاد شبه خلاصة الدرس. لو انت فهمت ده يبقى كويس جدا جدا جدا. مع بعضين ادي القانون تاني مع بعض، الافورت اوف فورس في الارم تساوي ريزيستنس فين؟ في الارم. خلاص يا ولاد. طيب اللي احنا لسه قايلينه نقوله تاني، تعريف الافورت اوف فورس ارم او الفورس ارم، ات از ديستنس، المسافة بتوين افورت اوف فورس اند فولكرم، المسافة بين القوة ومحور ارتكاز. ريزيستنس ارم المسافة بين الريزيستنس فورس والفولكرم. خلاص يا ولاد؟ طيب نشوف اللي بعده. هنا في بقى احتمالات يا ولاد عايزين نفهمها مع بعضين. رقم 3 بيقول ايه؟ When the force arm and the resistance arm are equal، يبقى the effort of force is equal to the resistance of force. And this lever doesn't conserve ever. يعني ايه يا مستر؟ يعني لو دي في النص بالظبط، والفورس ار اعتبر ان دي اف ودي ار، دي كده اسمها ايه؟ فورس ار. It is the distance between force and fulcrum. ودي ريزيستنس ايه؟ ار. طب لو دي قد دي يبقى لازم ان الاف بتساوي الار. طب لما يكون المقاومه قد الافر تو فورس يبقى هذه الرفعه doesn't conserve ever. يعني ايه doesn't conserve او doesn't save؟ يعني لا توفر جهد. لا توفر ايه؟ نقولها تاني، يبقى لو الفولكرم دي في النص بالظبط، الافورت فورس بتساوي الافورت فورس بتساوي ريزيستنس فورس، يعني الفورس ارم بتساوي ريزيستنس ارم، هذه الرفعه doesn't conserve. doesn't conserve ليه؟ لان المقاومه مثلا كبيره يبقى لازم الاف كبيره، دي قد دي يبقى دي مش هتوفر جهد. ايه الجهد اللي هتوفره؟ ما انا ببذل مجهود بنفس المقاومه، لكن لو انا ببذل مجهود اقل من المقاومه اللي موجوده يبقى دي الرفعه دي بتوفر جهد. طالما الفورس ارم ايكوال ريزيستنس ارم يبقى هذه الرفعه doesn't conserve ايفور، يعني لا توفر جهد او doesn't save ايفور. نشوف اللي بعده. الاحتمال رقم 4 ده بيقول ايه بقى؟ When the force arm longer than the resistance arm. هنا الforce arm longer، طالما دي أكبر، مش إحنا قلنا دي في دي بتساوي دي في دي، الforce arm longer يبقى الإفورت فرصة أقل، يبقى الإفورت فرصة يعني المجهود اللي أنت بتبذله أقل من المقاومة، طالما أقل من المقاومة يبقى أنت بتبذل مجهود قليل والمقاومة كبيرة، يبقى هذا الرفعة بتوفر جهد. خلاص؟ تاني مع بعض، يبقى لو الإفورت فورس smaller than
دي اقل من دي، يعني الفورس ار لونجر ذان، ما هي هي لما الايفورت فورس اقل من الريزيستنس فورس، هي هي فورس ار لونجر ذان ذا ريزيستنس ار، سو ذا ايفورت فورس سمولر ذان ذا ريزيستنس فورس. في الوقت ده ايه؟ في الوقت دي لازم اقول ان الرفع كونسيرف ايفورت. يعني ايه كونسيرف؟ توفر جهد. ولها معنى تاني اللي هي سيف ايفورت، ولها معنى تاني هاز ميكانيكال بينيفيت. هاز ميكانيكال ايه بينيفيت؟ طب اضرب لنا كده مثال يا مستر عشان نفهم، اضرب لك مثال اكتر. ركز كده ركز كده معايا، ايه رايك في اللي انا هرسمه لك ده؟ دي عربه الحديقه، خلاص. فين الافورت فورس؟ احنا بنحركها من هنا، يبقى دي الفورس. ودي فين؟ الفولكرم. والحاجه اللي بنشيلها هنا اسمها الريزيستنس. طب فين الفورس ارم؟ المسافه من هنا لهنا، هو ده مسافه كبيره الفورس ارم. طب فين الريزيستنس ارم؟ من هنا لهنا اهي. الله، يبقى الفورس ارم لونجر ذان ذا ريزيستنس ارم. الفورس ارم لونجر ذان ذا ايه؟ ريزيستنس ارم. طالما الفورس ارم لونجر يبقى الافورت فورس اقل، يبقى انت ممكن تبذل مجهود قليل عشان تشيل حاجه كبيره. يبقى الرفعه دي اللي هي ويل بار وعربه الحديقه بتوفر جهد ولا لا توفر؟ توفر. ليه؟ لان مجهودك قليل بس انت بتعمل حاجه كبيره. يو ميك جريت ايفورت، بتبذل بتعمل حاجه كبيره باي يوزنج سمول فورس. يا ريت تكون فاهمني، اوكي؟ يبقى امتى الرفع توفر جهد؟ لازم تحفظها سمع عشان مهمه جدا. وين ذا فورس ار ها لونجر ذان ذا ريزيستنس ار، سو ذا ايفورت فورس سمولر ذان ذا ريزيستنس فورس. اخر مره عشان مهمه، الله يخليك قول معايا وحاول تحفظ عشان مهمه جدا. امتى الرفعه دي كونسيرف ايفورت؟ امتى الرفعه دي سيف ايفورت؟ هي هي. امتى الرفعه دي هاز ميكانيكال بينيفيت؟ الثلاثه دول بمعنى واحد. امتى؟ وين ذا فورس ار لونجر ذان ذا ريزيستنس ار، سو قول معايا ذا ايفورت فورس سمولر ذان ذا ريزيستنس ايه فورس. اللي بقى رقم خمس، العكس بقى، وين ذا فورس ار شورتر ذان ذا ريزيستنس ار. الفورس ار شورتر يبقى الافورت فرصة اكبر، يعني المجهود اللي انت بتبذله كبير جدا، يبقى هذا الرفع doesn't conserve effort. عكس اللي فوق. مره كمان، امتى الرفع لا توفر جهد؟ when the force arm shorter than the resistance arm so the effort force bigger or larger than the resistance force. نشوف بعض الملاحظات مع بعضين. الافورت فورس والريزيستنس بتقاس بالنيوتن قلناها، الفورس ارم ذراع القوه او ذراع المقاومه دي مسافه بتتقاس بالمتر او بالسنتيمتر، خلاص. اللي بعده ذا فاكتورز، العوامل اللي بتحدد الفاليو اوف فورس، قيمه القوه او المقاومه، ايه؟ الفورس ارم والريزيستنس ارم. ايه العوامل الفاكتور اللي بتحدد قيمه الفورس وقيمه المقاومه؟ الفورس ارم والريزيستنس ارم. لو الفورس ارم اكبر افرت فورس اقل، والعكس الريزيستنس ارم اكبر يبقى الريزيستنس فورس اقل، وهكذا. يبقى لما الفورس ارم اكبر افرت فورس اقل، الريزيستنس ارم اكبر ريزيستنس فورس اقل، يبقى دول بيحددوا قيمه الفورس والريزيستنس. نشوف مع بعضينا اسئله كده ونختبر ذكائنا، وانتوا طبعا شاطرين واذكياء. خلاص يا ولاد؟ اوكي. When effort force is not then the resistance force so the lever conserve effort. Conserve يبقى الافورت فورس لازم تكون smaller than عشان فرصة ارم اكبر، خلاص يا ولاد. اتنين، the distance between the effort force and the fulcrum is called، المسافة بين الفورس والفولكرم يبقى effort arm او فرصة ارم. طيب اللي بعده، when the effort force لما يكون القوة not the resistance force so the lever doesn't conserve effort، لا توفر جهد. يبقى لما يكون الافورت فورس لا اما ايكوال لا اما ايه لارجر، لا توفر جهد، لا اما ايكوال لا اما لارجر، يبقى ايه وبي. خلاص يا اولاد؟ اللي بعد، يلا يا حلوين قربنا خلاص. المثال ده اهو بقى، اهو اعطيني جدول باختصار شديد، ما تقلقش، اعطيك جدول واعطيك القيم دي وعايز الحاجه المجهوله دي، الافورت فورس ودي الفورس ار ودي الريزيستنس
وده لزيز صغير. لو عايز الايه يبقى دي في دي على دي، 2 في 5 ب 10، على 1 تطلع 10. طب لو عايز البي ها يبقى 3 في 10 على 10. طب لو عايز السي 2 في 10 على 4. طب لو عايز الدي يبقى 6 في 5 على 15، وهكذا. سهله وبسيطه وما تقلقش. سؤال، مساله جميله، يلا رقم 2. هي محلوله بس نشوفها مع بعض. بص يا حلوين، فورس، طالما في فورس وفورس ارم يبقى لازم نكتب ايه القانون. الفورس هوز فاليو ايكوال 50، يبقى تحت الافورت فورس نكتب 50. افكت بتؤثر على ليفر فروم سكند كلاس ليفر، الفورس ارم 20، الفورس ارم 20 اهو، يبقى دي ب 50، الارم ب 20. كالكيوليت، احسب الريزيستنس فورس، اجي تحت الريزيستنس فورس اكتبها زي ما هي لان هو عايزها. لو الريزيستنس ارم بخمسة اروح كاتب 5. سهلة ولا صعبة؟ سهلة جدا. طيب تطلع الريزيستنس فورس بتساوي 50 في 20 على 5، تطلع 200. 200 ايه؟ 200 نيوتن. سهلة ولا صعبة؟ سهلة جدا. تاني مع بعض، يبقى لما يطلب مني أي حاجة، فورس فورس ارم، ريزيستنس ريزيستنس، لازم نكتب القانون، وتحت القانون احط القيم اللي هو جابها لي، ولازم اقرا كويس جدا المساله، بعد كده اشوف المجهول اللي عندي ايه، وايه كان المجهول ريزيستنس فورس، اروح شايف الاثنين مضروبين في بعض على الحاجه الثالثه اللي مضروبه في دي. خلاص يا ولاد؟ ايه اللي بعده؟ اعطينا هنا يا ولاد مثال. اوكي، في الشكل اللي قدامنا ده اعطينا زي رفعه كده اهو، وهنا وزن 1 نيوتن، وعندنا هنا كده 2 نيوتن. بيقول في السؤال عايزين نحط وزن قدرته 1 نيوتن. هنا هنا بيقول المسافه ما بين كل نقطه ونقطه 1 سنتي، يعني من هنا لهنا 1 سنتي، من هنا لهنا 1 سنتي، من هنا لهنا 1 سنتي، وده مقداره كام؟ 1 نيوتن. عايزين نحط هنا وزن معين مقداره برضو 1 نيوتن، ويعادل ايه؟ ويعادل الوزن الاخر، او يعمل اتزان في الرفع. طبعا دي كام على بعد كام؟ 1 2. يبقى لازم عشان اعادل دي اجيب هنا 1 2 واحط هنا الوزن اهو، صح؟ اقول له مثلا الفورس في الارم تساوي ريزيستنس في الارم، دي 2 دي 1 ودي 1 ودي 2، يبقى 1 في 2 على 1 تطلع ب 2، يبقى لازم نحط له المسافه بعد 2. طب هنا مثلا دي كام؟ دي 2 سنتي، ما من هنا لهنا سنتي ومن هنا لهنا سنتي. طب ودي كام؟ 1 و1 كام؟ 2 نيوتن، يبقى 2 في 2 بكام؟ ب 4. طب انا عايز احط وزن مقدار 1 نيوتن وعادل الرفعه دي، ها 1 نيوتن، يبقى احطه على بعد كام؟ 4 سنتي، ادي 1 2 3 4، هروح حطيتها هنا كده. ليه؟ عشان 1 نيوتن في 4، 1 2 3 4 بتساوي 2 نيوتن في كام؟ 1 2، 2 في 2 ب 4، وده 1 في 4 بكام؟ ب 4، يبقى كده الرفعه اتزنت. وطبعا انا كده حليتها، وده الحل بتاعها. خلاص يا ولاد؟ اتمنى ان تكونوا فاهمين. لازم نكتب القانون، الافورت فورس في الارم تساوي ريزيستنس فورس في الارم، زي ريزيستنس فورس 1 نيوتن، الافورت فورس الويت بتساوي كام؟ 1 نيوتن. يبقى هنقول له 1 في الارم تساوي 1 في 2 ب 2، يبقى الارم اوف فورس هتطلع 1 في 2 ب 2 على 1 فاقل 2، يبقى احط هنا ال 1 نيوتن على بعد كام؟ 2، وده نفس الفكره. خلاص؟ بصوا بقى، لو اوف ليفرز اند كونزرفيشن اوف ايفورت، من خلال الشرح بتاعنا عايزين نشوف بقى انهي روافع بتوفر جهد وانهي روافع مش بتوفر جهد. ركز بقى معايا، الفيرست كلاس ليفر فيها لا اما بعضها يوفر جهد وبعضها لا يوفر. يعني مثلا في الشكل ده الفورس ارم شورتر زان، طالما الفورس ارم شورتر يبقى هذه الرافعه doesn't conserve effort. يبقى في روافع النوع الاول في روافع توفر وروافع لا توفر. لو فورس ارم شورتر يبقى لا توفر. طب اللي بعده، لو الفورس ارم ايكوال الاثنين قد بعض، يبقى الافورت فورس قد ريزيستنس برضه doesn't conserve. يبقى لو الفورس ارم ايكوال يبقى الافورت فورس ايكوال ريزيستنس فورس و doesn't conserve. طيب اللي بعده،
لو الفورس ار لونجر يبقى الافورت فورس اقل اهو، يبقى دي ايه؟ توفر جهد. فاهمين يا اولاد؟ تاني مع بعض، يبقى الحاله الوحيده اللي بتوفر فيها جهد الفورس ار لونجر زان ذا ريزيستنس ار، سو ذا افورت فورس سمولر زان ذا ريزيستنس ايه؟ فورس. يبقى روافع النوع الاول توفر ولا لا توفر؟ بعضها يوفر بعضها لا يوفر. اللي بعده، لخص اللي فات في السؤال جه في ريزون. sometimes احيانا الفيرست كلاس ليفر توفر جهد، احيانا ليه؟ بيكوز سام تايم، لان احيانا الفورس ار لونجر ذان ذا ريزيستنس ار، سو ذا افورت فورس سمولر ذان ذا ريزيستنس فورس. لازم تحفظها سام. طب السكند، السكند كلها توفر جهد. ليه يا مستر كلها بتوفر جهد؟ always save effort، دائما توفر جهد، او conserve effort، او has mechanical benefit. ليه؟ نفس الكلام بس العكس، because the force arm longer than the resistance arm so the effort of force smaller than the resistance of force. طب لو قال لي جه في ريزو نفس الكلام، not cracker، حتى لو انا مش عارف يعني ايه not cracker يعني ايه، will borrow اللي هي عربة الحديقة save effort، لو انا حتى مش فاهم المعنى وقال لي ليه دول بيوفروا الجهد هقول نفس الكلام. شايف؟ because the force arm always longer than the resistance arm so the effort force smaller than the resistance force. زراعة القوة اكبر من زراعة المقاومة، عشان كده القوة اقل من المقاومة، يعني انت بتبذل مجهود اقل بس بتحرك حاجة كبيرة زي الكروبار او النات كريكر. اخر حاجه اقول لكم باي باي يا محترمين، واتمنى ان انتوا تكونوا فهمتوا الدرس كويس واستفدتوا. ثيرد كلاس ليفر كلها لا توفر جهد، يبقى روافع النوع الاول بعضها يوفر بعضها لا يوفر، روافع النوع الثاني كلها توفر جهد، روافع النوع الثالث كلها لا توفر جهد، doesn't conserve effort، has no mechanical benefit. ليه يا مستر؟ اهو because the force arm shorter than العكس بقى the resistance arm so the effort force larger than the resistance force. خلاص يا ولاد؟ طب لما هي مش بتوفر جهد بنستخدمها ليه يا مستر في الحياة؟ عشان لها استخدامات تانية. اهي اخر معلومة اقول لك سلام. all the third class lever some of the first class lever don't save effort have no mechanical benefit are beneficial. هي مش بتوفر جهد بس لها فوائد اخرى، ممكن استخدمها في increasing distance زي المانيوال بروم. المقشة مش بتوفر جهد، فاهمين؟ بس بستخدمها ل increasing distance، increasing speed، avoid danger. الكول هولدر ده مش بيوفر جهد بس بستخدمه في ايه؟ في تجنب المخاطر. accuracy in performance، الدقة في الأداء زي التويزر. يبقى على الرغم ان روافع النوع الأول وكل بعض روافع النوع الاول وكل روافع النوع الثالث لا توفر جهد، but they are benefit مهمه. ليه؟ because they are used in increasing distance increasing speed avoid danger accuracy and performance. اتمنى ليكم يا اولاد كل النجاح والتوفيق، واتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا معايا. ربنا يوفقكم وربنا يكون معاكم، والى اللقاء في الفيديو القادم ان شاء الله.